أنا عرفت الشغل ده من جامعة الرعاية، هم اللي قالوا لي تعالى اشتغل، أنا عاوزين كانوا في الشركة. باجي الشركة أختم الخدمة بتاعي، أدخل جوه بغير هدومي، اشتغل لغاية 4:30، أكمشي بستة، بروح البيت 6. أنا بحب أشتغل في حاجة تانية الصراحة، مغسلة والكاتشر بتاع المية والهواية والكنسة، بلاش في العربية كلها. المجموعة اللي دخلناها الحقيقة عملنا لهم روتيشن وجربناهم في عدة أماكن، وكل ولد منهم بدأ يبرع في منطقة معينة. وبعد توظيفهم، طبعا توظيفهم كان ليهم حقوقهم زيهم زي اي موظف عادي جدا، بيمضي عقد وبيتامن عليه تامين اجتماعي وتامين صحي، وبقى معهم حد في الاول كمان يساعدهم ويعرفهم الشغل بتاعهم. واحده واحده بدات عندهم نسبه استيعاب عاليه، وبداوا يبقوا فعالين جدا بشهاده زمايلهم ومديرينهم. بدانا الحقيقه ناخد منهم انتاج، ناخد منهم اوتبوت في الشغل بتاعهم. بيروح للناس اللي حوالينا الصناعيه والناس دي اشتغل، الناس تقلق منه، تخاف منه، يعني هو جسمه كده وحجمه وطريقته، فممكن الناس ما تتعاملش معاه. لكن هنا بيجي يقول لي انا اشتغلت، انا حطيت الشغل في الكرتونه، شلنا الكرتونه ومش عارفه ايه، يصحى الصبح معايا بنت صغيره كده، يروح يديها جنيه يقول لها خدي. اول انا عايزين النهارده واحنا نازلين معاه 2 جنيه، قال لها خدي يا نوره، يعني عامل نفسه كبير. قدرنا ان احنا نتوصل تعاقد مع احدى الشركات الكبرى بان احنا ناخد من عندهم خط انتاج الولاد هيشتغلوا فيه، وهو عباره عن تعبئه وتغليف لمنتجاتهم. وبعد ما كنا بنعمل في الشهر حوالي من 15 ل 20 طن، دلوقتي احنا بنعمل في الاسبوع اكتر من 40 طن اسبوعين، وبدون غلطه الحمد لله، ودي بشهاده المصنع نفسه وبشهاده قسم الجوده عنده. نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. نفسيتي ارتاحت لما جبته هنا، ما كنتش أنا بشتغل، كنتش بعرف أنزل ويحط الحاجات في الكهرباء ويلعب ويعمل حاجات غريبة. هنا باجي أخده بلاقيه زي الفل. كان علموه ازاي يخش حمام، علموه ازاي ياكل، لدرجه ان هو لو جه عندي اجازه بعد يومين ثلاثه بالظبط هو بيقول انا يعني انا عايز ارجع تاني او كده. يعني بيقدم خدمات كويسه، الاكل كويس والرعايه كويسه، انا مطمنه عليه هنا، يعني مطمنه عليه اكتر ما كنا قاعدين في البيت. هنا المكان بقى افضل من الاول بكتير. يعني هو محمد هنا بقى له اكتر من 17 سنه. قطاع التأهيل للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هو القطاع الأهم بالمؤسسة، ويرعى الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية بالتحديد، وتشمل الرعاية النواحي النفسية والاجتماعية والتثقيفية والنشاط الرياضي وبعض الأعمال الفنية وبعض الأعمال الحرفية في الورش زي الخزف وزي السجاد وبعض أعمال النجارة، وبيحصل ده طبعا طبقا ل قدرات الأبناء من ذوي الإعاقة. المبنى عندنا هنا تم بناؤه على أحدث المواصفات الخاصة بالاحتياجات الخاصة، وخصوصاً اضطراب الأوتيزم، لأن إحنا لينا مواصفات معينة، لينا ألوان معينة، لينا غرف مجهزة بطرق معينة، برضو جميع الغرف التعليمية اتجهزت بطرق علمية مدروسة بناء على الاضطراب او اللي احنا العلاجات اللي بنقدمها. زي مثلا عندنا تنميه المهارات، 5 غرف دي تنميه المهارات بتم فيها، تنميه مهارات اجتماعيه، تنميه مهارات رعايه ذات، تنميه مهارات اكاديميه، وتنميه مهارات ما قبل الاكاديمي ومنتسوري، تعديل سلوك. كل دي برامج بتتم لتنميه المهارات عموما عند الطفل التوحدي. عروس ان هي بتاخد معاش كل شهر. اوكي. علشان انا يعني انا مش ضامنه يعني هعيش لها ولا مش هعيش، عشان مثلا يبقى معاها قرش في ايه وكده ولا ايه.
اول ما بدانا العمل بمنظومه كرامه كان في عندنا مشكله كبيره بتواجهنا، وهي تقييم المتقدمين للحصول على معاش كرامه. فشكلنا فريق عمل، فريق العمل اللي اتشكل ده كان فيه خبراء اجانب دوليين اشتغلوا على نموذج الاي سي اف او وضع المعايير الدوليه قبل كده في دول اخرى، وكان في لجان تم تشكيلها من اساتذه من الجامعات وخبراء في نظم الاعاقه في الفيلد من مصر. فاحنا زودنا العدد وزودنا الاطباء ودربناهم عن طريق واخد بالك من وزاره ضامن، وعملنا صوان عشان نقدر نحتوي العدد الكبير ده. احنا عندنا 130 تابلت متوزعين على 40 افرع من فروع المجالس الطبيه المتخصصه في 27 محافظه. احنا نقدر ناخد بقى تحليل البيانات دي احنا كوزاره التضامن ناخدها ونشتغل عليها. فاحنا عايزين نقدم خدمه متكامله، مش عايزه بس يجي ياخد المعاش ويمشي. مع وزاره التضامن برضو مدينة بروتوكول، برضو ضمن بروتوكول التعاون ان نفتح حضانات للاعاقات المتعدده. احنا عندنا فروع، عندنا فرع في المنصورة وعندنا فرع في اسكندرية وعندنا فرع القاهرة، ففتحنا مع وزارة التضامن فرع الأقصر، ولسه كمان متفقين على 5 فروع تانيين نفتحهم خلال الفترات اللي جاية. ابتدت الصوت العالي بالرب يهدى وينزل كتير عن الأول. ابتدوا يفهموا الموضوع وقبلوا الولاد في الجامعة بناء على ان هما ما عندهمش مترجمين، فوزارة التضامن هتتكفل بالموضوع ده. ودي كانت حلم من الأحلام، وكل إن هو يتحقق دي يعني مش قادرة أقول يعني مدى سعادة الولاد والأهالي. والأهالي كمان كانوا رامين ولادهم لأن حاسين إنهم ما لهمش مستقبل، لكن ابتدوا دلوقتي إنهم يحسوا إن في مستقبل. إيه ده أنا ابني ممكن يخش جامعة، ده أنا ممكن يتخرج. تخيل حضرتك إن أنت عندك قوة إنتاجية رهيبة بس للأسف غير مؤهلة للإنتاج، أنت بتعطلها بتطبطب عليها وما بتعدهاش للإنتاج وبتركنها، فبقت تعالى على الدولة بدل ما تستفيد منها. أكتر حاجة بتزعلك وبتضايقك في الحياة إيه؟ نفسي الحياة بالنسبة للأصم تبقى أحسن. الإشارات في التلفزيون قليلة والصورة صغيرة، هي ليه الناس بتعاقبني عشان أنا أصم؟ لا أنا زيهم بس أنا بتكلم بلغة تانية. ليه مش عايزين يفهموني؟ ليه بيقللوا مني؟